Centre Mohamed Hassan Louazani pour la démocratie et le développement humain. شكراً للشريفة للحرية على هذه الكلمة الترحيبية والتوجيهية، وأكبرها أن لنا كامل الشرف أن ننتمي إلى مؤسسة رائدة في الفكر وفي العلم وفي التربية، وما أحوجنا إلى أمثال هذه المراكز وهذه الجمعيات لتأطير الشباب، لتوجيه الشباب، لتمنيع الشباب، إعطائهم المناعة الكافية للابتعاد عن كل ما هو سلبي والتقرب من كل ما هو إيجابي. أيها الحضور الكريم، نستضيف اليوم قامة كبيرة في الفكر، في العلم، في الصحافة، وهو الدكتور سيدي إدريس البنبوري، والذي له تجربة كبيرة في هذا المجال. وما تأليفه لهذا الكتاب إلا هو باكورة عمل كبير، مجهود طويل وممارسة يومية من خلالها استطاع أن يلمس هذا الموضوع، وهو موضوع التقلبات أو ما سماه بالتحولات أو تحولات المسألة الدينية اليوم. كلنا نعلم أن الدين كما أراده المولى سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان، إنما أراد منه أن ينظم حياة الإنسان وأن يكون في خدمة الإنسان وأن يعمل على تقريب الإنسان من أخيه ومن المخلوقات الأخرى، ولهذا سماه الله سبحانه وتعالى الخليفة. إذ قال ربك لملائكتي إني جاعل في الأرض خليفة. الخلافة، خلافة الله في الأرض، تعني التحمل المسؤولية، خدمة الآخر، ولهذا هذه الأمانة التي حملها الله سبحانه وتعالى للإنسان ووصفه بأنه جهول، إنه كان ظلوما جهولا. هذه الأمانة وهي نشر العدل، خدمة الآخر، العمل على نشر السلم والأمن والرفاهية بين الناس. فإذا كانت دائما مسألة الدين هي الخادمة، هي المنصفة، هي المقربة. ولكن مع الأسف صارت هناك توظيفات، صارت هناك استغلالات لمسألة الدين من أجل خدمة أجندات أخرى. ولهذا تكلم سيدريس عن هذه التحولات في مصير الشعوب ومصير المجتمعات حتى صعدت هناك قوميات. وصرنا نرى منذ زمن ليس بالقريب نعرات إما سياسية أو دينية أو عرقية، ولكن دائما يبقى ذلك الجدع أو ذلك الجدر الديني حاضرا دائما لإشعالها بمزيد من التقلبات. وظهرت هذه المسألة بجلاء منذ سقوط المعسكر الشرقي، منذ غياب التقاطبات بين المعسكر الشرقي والمعسكر الغربي، فصار الغرب المنتصر يبحث عن خصم، يبحث عن ند يتواجد من خلاله، يبرز من خلاله، يؤكد وجوده من خلاله. وهكذا صار توظيف الدين سواء من داخله أو من خارجه كمسألة أساسية، كمسألة فاعلة، كمسألة مؤثرة في التحولات، في تحولات البلدان وتحولات المجتمعات. حتى صرنا نرى منذ بضع سنوات أصوات ترتفع وتتكلم عن صراع الأديان، عن صراع الحضارات، عن صراع الثقافات، ولا سيما مع فوكوياما ومع سامويل هيتشينغتون، وهذه النظرية التي أججوها وجعلوها وأخذها الإعلام ليحملها أكثر وليوظفها أكثر وليستعملها في هذه الأهداف. ننتظر جميعا رؤية واضحة، ننتظر جميعا مفاتيح لفهم هذه الإشكالات وهذه التحولات من خلال هذا الكتاب الذي ألفه دكتور سيدي إدريس البنبوري، والذي للإشارة
معظمنا يعرفه منذ قديم كصحفي ولكن كذلك كمفكر، وله دكتوراه في العقيدة وفي مقارنة الأديان، شارك في عدة مؤتمرات ولقاءات وطنية ودولية، وله مؤلفات كثيرة سواء في مجال السياسة أو مجال الفكر أو مجال الدين والحركات الإسلامية. فأمرر له الكلمة مباشرة ليتحفنا، ثم نرجع بعد هذا لمناقشته وفهم أعمق لهذه النظرية التي سيخاطبنا بها إن شاء الله. والكلمة له مشكورا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد جدا بأن أكون مرة ثالثة أو رابعة في هذه المؤسسة المقرة التي تحمل اسم علم من كبار أعلام المغرب الحديث، الأستاذ الدكتور محمد حسن الوزاني. أشكر لجنته الكريمة الأستاذة حورية الوزاني، كما أنا يعني شاكر شكرا كبيرا لأستاذنا وصديقنا الدكتور عبد الله شريف الوزاني الذي شرفني بهذا التقديم. أود أن أقول بأن يعني وجودنا اليوم في هذه المؤسسة التي تحمل اسم الدكتور الوزاني دليل على يعني تعاقب الأجيال وعلى نوع من الاستمرارية على الصعيد الفكري والسياسي والثقافي، على أن يعني الأفكار لا تضيع وإنما تعيش في الزمن بين الأجيال المتعاقبة. اليوم نحن نتحدث عن تنظيم الشأن الديني ليس في المغرب فقط ولا في العالم العربي بل في العالم أجمع. اليوم لا بد أن أشير إلى أن محمد حسن الوزاني كان من السباقين من الرأي الأول في الحركة الوطنية الذين طرحوا إشكالية العلاقة بين الدين وبين الدولة. أكاد أقول بأنه كان سباقا لهذه المسألة، كان سباقا إلى يعني ضرورة تدخل الدولة في الشأن الديني بشكل مبكر قبل أن تطرح هذه القضية. اليوم آنذاك يعني كانت ظروف يعني مختلفة، كان الصراع مع فرنسا، كانت السياسة الفرنسية الإسلامية البربرية لفرنسا كما هو معروف، وكان لا بد للدكتور الوزاني أن يبدأ بدلوي، وقد طرح يعني وهذا موجود في كتبه طرح يعني أطروحة كبيرة. أنا يعني أقول للأسف أن يعني هذه الأطروحة لم تلقى المثقفين او الفئات المثقفه التي تدافع عنها، انما اليوم يعني جاء الوقت لكي ندرك ان الرجل يعني كان رائدا، والرائد كما يقال كما تقول العرب الرائد لا يكذب اهله. موضوع التحولات المساله الدينيه في هذا الوقت هو موضوع يعني معقد ومركب، يتداخل فيه ما هو ديني بالثقافي بالعلاقات الدولية. القضية الأبرز اليوم كما هو معروف هو عودة ما هو ديني، يعني الوجود الريليجيو كما يقال عند الأوروبيين، بحيث نلاحظ اليوم مثلا أن الإسلام أصبح يعني واحدا من الموضوعات الكبرى التي تشغل يعني العالم من أدناه إلى أقصاه، وهذا بسبب العمليات الإرهابية التي تحصل باسمه يعني ظلما وعدوانا في العديد من مناطق العالم وداخل أوروبا. أيضا الإسلام أصبح الشغل الشاغل اليوم داخل أوروبا كذلك بسبب انشغال الحكومات الأوروبية بتنظيمه، بإعادة النظر في موقع الإسلام في المجتمعات الأوروبية، وفي النظر إعادة النظر في التقاليد العلمانية، لأن اليوم مجموعة من الحكومات الأوروبية وخاصة فرنسا يعني اصطدمت بهذا الإبت العلماني، وأصبح ثقل المهاجرين وثقل الدين الإسلامي في أوروبا يفرض على هذه الحكومات أن تعيد النظر في سياستها إذا شئنا في سياسات دينية. لأنه يعني اليوم لا أحد ليس هناك إشكال في أن الحكومات الأوروبية أصبحت لديها سياسات دينية. بالأمس يعني القريب لم تكن هذه المسؤولة المسألة مطروحة، لأن كانت العمالية قد حسمت أمرها، الفصل بين الدين والدولة كان أصبح من المعطيات التي لا
لا تقبل الجدل، لكن اليوم أصبح حضور الإسلام يفرض نوع من إعادة النظر في هذه السياسات الدينية. بالإضافة إلى الإشكال الذي يطرحه الإسلام على الصعيد العالمي، هناك أيضا المسيحية الكاثوليكية. المسيحية الكاثوليكية تعيد تركيب نفسها اليوم وتنظيم نفسها، وتبحث عن التوسع أكثر في المناطق التي لم تصلها من قبل أو خرجت منها أثناء الحرب العالمية الباردة في كوبا وفي الصين وفي فيتنام وغيرها. والآن يعني الجولات التي يقوم بها البابا في العديد من البلدان، أو البابا الذي سبقه دليل على أن الكاثوليكية الآن يعني تجدد دماءها من جديد وتحاول أن يعني أن تنشر كلمة المسيح. الكنيسة الأرثوذكسية أيضا تتحول إلى منبر سياسي للدولة الروسية. يعني كلنا يعرف أن يعني بعد التدخل الروسي في سوريا 2015 كانت الكنيسة الكاثوليكية الأرثوذكسية قد وقفت مع فلاديمير بوتين، وهذا لأول مرة يعني منذ 1917 الاتحاد السوفيتي والقضاء على الدين آنذاك والكنائس وهروب مجموعة من الرهبان والقساوسة إلى خارج روسيا خارج الاتحاد السوفيتي، اليوم أعيد الاعتبار للكنيسة الأرثوذكسية. وأصبح بوتين يعني ليس فقط زعيما سياسيا وقوميا، وإنما أيضا زعيما دينيا. البوذية أيضا، البوذية في بورما يعني نلاحظ أنها تتحول إلى ديانة مرتبطة بالنزعة القومية، يعني علاقة بين الدين وبين الانتماء القومي. في السنة الماضية كانت مجلة الإيكونوميست البريطانية المعروفة نشرت ملفا أنا أعتقد ربما أنه يعني الأول من نوعه الذي فجر هذا الموضوع، هو أنها يعني تحدثت عن البوذية وقد أصبحت يعني تمارس الإرهاب، يعني الفوندمنتاليزم بوذيست أول مرة، بعدما كان يعني الفلاسفة الأوروبيون يعتقدون أن البوذية هي فقط مجرد ديانة روحية أو يعني وسيلة للاستراحة الروحية، إنما اليوم تداخلت مع النزعة القومية وأصبح هناك تطرف بوذي. لا ننسى أيضا القرار الشهير الذي خرجت به الكنيسة الإسرائيلية البرلمان الإسرائيلي في السنة الماضية باعتبار الدولة اليهودية إسرائيل دولة يهودية خاصة بالعرق اليهودي، بما كرس يعني الطابع الديني للدولة. كل هذه المعطيات تظهر لنا أن الدين يخضع اليوم لتحولات عميقة، لم يعد مسألة فرضية كما كان الأمر في الماضي، بل أصبح عنصرا في العلاقات الدولية ومؤثرا أساسيا في السياسات الحكومية عبر العالم. والسؤال هو، هل عاد الدين من جديد إلى العالم؟ يعني هل فعلا هناك عودة إلى الدين لوجود ريليجيو؟ أعتقد أن هذا السؤال يستتبع سؤال آخر، هل فعلا خرج الدين من العالم يوما؟ إذا كان الجميع يتحدث عن وجود ريليجيو، واش كان فعلا انسحاب الريليجيو من الفضاء العمومي؟ هذا سؤال إشكالي، لكنه بالنسبة للمشروع من الناحية العلمية. لا ندخل في جدل حاليا حول معنى الدين في الفكر السوسيولوجي والفلسفي الغربي الحديث، وكيف تم تعميم المفهوم الغربي للدين على العالم بأسره. المفهوم الغربي للريليجيو تم تعميمه على العالم كله، وأصبح يعني كل قومية أو كل أتباع ديانة معينة عندما يسمع كلمة الدين ريليجيو إلا ويأتي إلى ذهنه التصور الفرنسي أو التصور الألماني. في قبل سنوات كان مؤرخ بريطاني معروف اسمه جون غودوي نشر كتابا مهما جدا اسمه عنوانه لو فول دو ليستوار، سرقة التاريخ، وذكر فيه ان كيف ان الغرب يحاول ان يهيمن او حاول ونجح الى حد ما في الهيمنة على الثقافات العالمية. فاصبح يعني باختصار شديد، طالما ان الغرب لديه عصور وسطى فيجب ان يكون العالم كله عصور وسطى، طالما ان الغرب يعني كانت في مرحله وثنيه لابد ان العالم كله تكون لديه يعني مرحله وثنيه، طالما ان الغرب خرج من الدين فيجب ان يخرج العالم كله من الدين. وغودوي الف هذا الكتاب خصيصا لمساله واحده، لكي يقول هو يعني تحدث عن يعني كيف ان الغرب حاول ان يجرف او يعني يمتص تاريخ الصين، بمعنى انه يحاول ان يقلل من قيمه التاريخ الصيني ومن الثقافه الصينيه ومن الطب الصيني،
وروج يعني من خلال أبحاث أكاديمية جامعية من خلال حتى تشويه الرحلات مثلها يعني رحلات ماركو بولو إلى الصين لكي يقول أن الصين يعني مجتمع بدائي، بينما كما يثبت غودوي من خلال مجموعة من الوثائق أن الصين يعني أعرق الحضارات وأعرق يعني الثقافات الكونية قبل أوروبا. يعني قلت يعني تعميم كيف تم تعميم المفهوم الغربي للدين، لكن يعني دعونا نأخذ هذا التعريف بشكل اعتباطي، أن الدين هو مجموعة من المعتقدات التي تؤمن بها جماعة معينة والتي لا يمكن البرهنة عليها تجريبيا. هذا تعريف اعتباطي جزافي أكاد أقول، لكنه تعريف الحد الأدنى التي تلتقي حول عنده جميع التعريف الرسمية بشكل أو بآخر. يعني أقصد هنا بالرسمية التعريف الشائعة المعتمدة في الأدبية السوسيولوجية سواء عند إيميل دوركايم أو ماكس فيبر أو تشارلز تايلر. في كتابه حول الدولة الشغليطة يختم بيير بورديو عالم الاجتماع الفرنسي الفصل الأخير بالحديث عن عودة الدين لغوتو دوغوليجيو. يتساءل بورديو في السطر الأخير، أليست عودة الدين تعبيرا عن انسحاب أو تراجع الدولة؟ Est-ce que le retour de religion n'est pas en réalité un effet de retrait de l'État؟ هذا السؤال طرحه بورديو في بداية التسعينيات في الدروس التي كان يلقيها في الكوليج دو فرانس بين 1983 و 1992، وهي نفس الفترة التي ظهرت فيها نظرية صدام الحضارات لسامويل هانتينغتون عام 92، يعني عندما كانت مجرد مقال في فورين افيرز قبل ان تتحول الى كتاب سنه 96. رسم فيها هانتينغتون سيناريو للمواجهه بين الحضاره الغربيه المسيحيه من جهه والحضارتين الاسلاميه والصينيه الكونفوشيوسيه من جهه ثانيه. كلام بورديو يضعنا امام محاوله اختباره، هل فعلا عوده الدين هي نتيجه انسحاب الدوله؟ هل دوله التاميمات والدولة الإيديولوجية في الاتحاد السوفيتي والصين وكوبا لم يكن فيها الدين حاضرا لأن الدولة لم تنسحب من المجال لها؟ بورديو يقول أن يعني عودة الدين عندما تنسحب الدولة من المجال لها، لكن نحن نلاحظ أن في الاتحاد السوفيتي في البلدان التي كانت يهيمن الحزب الإيديولوجي الوحيد كانت الدولة مهمة في الفضاء العام. هل يعني نظرية بورديو صحيحة؟ لو وضعنا كلام بورديو في الاختبار لوجدناه غير صحيح. الصحيح في نظري هو العكس، انسحاب الدولة هو نتيجة لعودة الدين وليس العكس. الدين هو ما يحصل في أوروبا اليوم مع تقدم اليابان المتطرف الذي يربط بين الشعور القومي والحضارة المسيحية. تتراجع مركزية الدولة الوطنية، في السنة الماضية يعني في انتخابات قبيل الانتخابات الفرنسية الأخيرة كانت مجلة فورين افيرز الأمريكية أجرت حوارا مطولا مع ماري لوبين، وكان بين القضايا التي طرحتها هو أنه يعني الانتماء الأوروبي أو أوروبا المسيحية تتوسع إلى منطقة أوراسيا، يعني تتجاوز روسيا وتعتبر أن روسيا جزءا من الاتحاد الأوروبي، وأن يعني إقصاء روسيا من الاتحاد الأوروبي كان يعني نوعا من الصليبية القديمة، وبالتالي أن مشروعها هي ومشروع اليمين المتطرف في عموم أوروبا هو أن يتم توسيع أوروبا بحيث تصبح العلاقة يعني علاقة اندماجية ما بين الانتماء الإقليمي والانتماء الديني في نفس الوقت، وتقف حدود أوروبا حيث توقفت المسيحية. لكن لنعود إلى سؤالنا، هل فعلا خرج الدين من العالم يوما؟ الجواب السريع هو لا، ولكن يجب أن نقيم الحجة على هذه الدعوة. ظهرت مشكلة إبعاد الدين على المجال العام في المجتمع الأوروبي الحديث مع فلاسفة التنوير بسبب هيمنة الكنيسة على المجتمع وسيادة المعتقدات المناقضة للعلم والتجربة والتضييق على الحريات. حمل هؤلاء الفلاسفة معاول الهدم للقضاء على الدين الكنسي، ولكن ليس على الدين، على الدين الكنسي. كل من قرأ إيمانويل كانت وكتابه المعروف لسون سيوليتيك دروس في الأخلاق سوف يرى أنه يتحدث عن الدين العقلاني أو دين العقل religion de la raison. ما معنى دين العقل؟ معناها الدين الذي يتفق عليه المواطنون فيما بينهم لتنظيم شؤونهم العامة والأخلاق المدنية في المجتمع، ولا يفرض عليهم من سلطة أخرى هي هنا الكنيسة. جون جاك روسو وجون لوك يستعملان معا
عبارة الدين المدني religion civil. إذن هؤلاء لم يبعدوا الدين كلية من الفضاء العام، لكنهم حولوا إلى ثقافة مدنية واعية واختيارية. المؤكد أن استعمالهم لعبارة الدين نفسها دون إحلال كلمة أخرى مكانها دليل على الحضور القوي للدين. هم لم يقولوا شيئاً غير الدين، يعني استعملوا الدين ولكن أضافوا إليه شيئاً religion civil أو religion de la raison. حتى فريدريك نيتش الفيلسوف الألماني الذي ارتبطت به العبارة الشهيرة أن الإله قد مات، تحدث في كتابه إرادة القوة La volonté de puissance عن ديانة الأقوياء، يعني عن ديانة. هناك دراسات عنه تقول إنه كان يميل إلى البوذية لأنه وجد فيها راحته النفسية. أنا شخصياً قرأت في أحد الكتب أن أحد أصدقائه كان يعالج بالتعازيم الكنيسة، بالتعازيم الكنيسة، لأن نيتش أصيب بالجنون في فترة معينة، فكان أحد أصدقائه الفلاسفة يعالجه بالمسيحية. ماذا نفهم من هذا كله؟ نفهم بأن الدين لم يخرج نهائياً من الفضاء العام، لكنه فقط غير موقعه القديم. بدل أن يبقى في الكنيسة، انتقل إلى التقدم والعلم والنظام الاجتماعي. عندما قسم أوغوست كونت مراحل البشرية إلى ثلاث، المرحلة السحرية ثم الميتافيزيقية وأخيرا المرحلة العلمية، لم يكن يعني أن الدين انتهى نهائيا وهو عنده في المرحلة الميتافيزيقية، بل كان يعني فقط أن الإيمان الذي كان يحل في الدين أصبح يحل في العلم. عوض أن يؤمن الفرد بأن الدين يضمن الخلاص، صار يؤمن بأن ما يضمن الخلاص هو العلم. هذا ما نراه بوضوح عند فيلسوف فرنسي كإرنست رينان في كتابه لافينور دي لا سيونس، مستقبل العلم. إنه يقول، معروف أن رينان هو اللي دخل في حوار طويل جدا مع محمد عبدو حول الدين والعلم. يقول إن الدين انتهى دوره وحل محله العلم بطريقة لا رجعة فيها. يعد مارسيل غوشي الفيلسوف الفرنسي أحد الذين اشتغلوا على هذه القضية كثيرا. لقد انطلق من مفهوم ماكس فيبر حول نزع السحر عن العالم، ديزونشونتومون دو موند، يعني أن العالم لم يعد خاضعا لأمور سحرية أو ميتافيزيقية أو للدين، وإنما أصبح حاضرا لقواعد ونواظم منطقية يعني تخضع للعلم. وطور غوشي هذا المفهوم فيبري، طوره ليخرج بنظرية أخرى هي نظرية دين الخروج من الدين، religion de la sortie de la religion. يقول غوشي إن المجتمعات الغربية لم تخرج من الدين إلا لكي تدخل فيه، لكن وفق أنماط جديدة مختلفة. ويرى أن الدين لم ينتهي نهائيا، بل فقط تم استيعابه داخل التنظيم السياسي، يعني الحزب السياسي، الدولة التي هي عند يعني الرأي الأول من الفلاسفة الألمان بالخصوص هيجل هي الإله. حل الدين في الدولة، أصبحت الدولة هي الإله على الأرض. يرى أن الدين لم ينتهي بل تم استيعابه وامتصاصه داخل التنظيم السياسي، ويقصد بذلك الدولة في الغرب أو الحزب الإيديولوجي في الحالة السوفيتية. ويعبر عن ذلك بالقول الجسد سياسي والروح دينية. هذه عبارة صوفية. الجسد سياسي دولة ولكن الروح دينية، يعني عقيدة الدولة في الباطن هي عقيدة دينية. فبدل الاندماج بين الفرد المؤمن والكنيسة، أصبح هناك اندماج بين الفرد المواطن والدولة. الفرد المواطن حل محل الفرد المؤمن، والدولة حلت محل الكنيسة. وبدل الفكرة الأخروية، لذلك لاحظ أن كما يقول عدم الباحثين أن سلطة القمع الجزافي التي كانت توفر عليه المسيح أصبحت الدولة التي تقوم بها. وبدل الكنيسة نفسها كبنية اجتماعية وسياسية، صارت هناك الدولة. يسمي غوشي هذه المعتقدات الجديدة غير الدينية، يسميها الأديان العلمانية religion séculière. يعتقد غوشي أن الحداثة الأوروبية أدخلت العالم في مرحلة الأديان العلمانية وأخرجته من مرحلة الأديان التقليدية القديمة. ولكن هل هذا صحيح أيضا؟ هل صحيح أن الأديان التقليدية في الغرب انتهت؟ أم أن ما حصل هو فقط مجرد منافسة بين دين علماني ودين تقليدي؟
سوف تنتهي حتما باستسلام الدين العلماني امام الدين التقليدي والتخلي عن المنافسه. لنختبر هذه الفكره ايضا كما اختبرنا فكره بورديو. هناك باحث فرنسي نشر كتابا قبل بضع سنوات جدير بالاهتمام، عنوان الكتاب هو التاريخ الديني للحرب العالميه الاولى، اسمه كزافي بونيفاس ليستوار ريليجيوز دو لا غراند غير. المؤلف غاص في الوثائق الرسميه للكنيسه الفرنسيه والحكومه الفرنسيه وراجع الى المواقف والتصريحات وقرارات رجال الدين في البلدان الاوروبيه، وكشف بانه في فتره الحرب في الشهور الاولى للحرب تم تسجيل ظاهره تحول الكثير من الاوروبيين الى الكنيسه سواء كانوا كاثوليكيين او بروتستانتيين، وعوده للتدين بشكل كبير خاصه في صفوف الجنود، حيث كان المسؤول الحكوميون عن الشؤون الدينيه يشجعون الجنود على العوده الى الدين، وكان الاساقفه ورجال الدين يرافقون الجنود المقاتلين لاعطائهم البركه وقراءه الصلوات على الاموات منهم، وتم احياء خطاب الحروب الصليبيه ليس فقط في مواجهه المسلمين العثمانيين انذاك لان الصراع كان من اوروبا والامبراطوريه العثمانيه، بل ايضا في مواجهه الارثوذكس الروس لان الارثوذكس تعتبر بالنسبه للكاثوليكيه حركه شقاقيه يعني بدعه يعني إغيزي. ويكشف المؤلف ان الفاتيكان كان خائفا من احتمال سيطره روسيا على القسطنطينيه التركيه، وكان يفضل ان يبقى الاسلام هو المسيطر عليها، لان سيطره روسيا تعني تمدد الارثوذكسيه الى عاصمه بيزنطه القديمه على حساب الكاثوليكيه، ما يعني احياء ماضي القسطنطينيه المسيحي وتحولها الى عاصمه للمسيحيه منافسه لروما، وميل الكفه الى جانب الارثوذكسيه على حساب الكاثوليكيه. هذا الموقف الغريب اثار غضب شارل ديغول الرئيس الفرنسي انذاك كان شابا، قال كيف سوف البابا لنفسه دعم الكفار على حساب الصليبيين، وكان يعني بالكفار طبعا المسلمين وبالصليبيين الروس الارثوذكس. المفارقه الكبرى انه في البلدان الاوروبيه ذات التقاليد العلمانيه عاد توظيف الدين بقوه في الحرب العالميه الاولى كوسيله واحده لحشد الراي العام وتحفيز الجنود. على سبيل المثال وهو مثال يعني جدير بالاهتمام، كان عدد كبير من رجال الدين الفرنسيين قد هربوا من فرنسا بعد 1905 عندما صادق البرلمان الفرنسي على القانون الشهير حول فصل الدين عن الكنيسه المعروف بقانون 1905، وهو القانون الذي عارضته الكنيسه الكاثوليكيه، مما دفع عددا من رجال الدين خصوصا المتطرفين الى الهجره خارج فرنسا. لكن ما ان تم اعلان الحرب العالميه الاولى حتى سمحت الحكومه الفرنسيه لهؤلاء بالرجوع والوقوف في صفها في الحرب. هذا يوضح لنا بان الدين التقليدي خلافا لما يقوله مارسيل غوشي لم ينسحب من الحياه العامه بشكل نهائي، بل تراجعت مساحته تاركا جزءا منها للاديان العلمانيه الجديده. في الاديان التقليديه لا تموت ابدا، لكنها تعيد تجديد نفسها في اوقات الازمات القوميه والوطنيه الكبرى. هذا ما يقوله مثلا بيير بورديو نفسه في كتابه المشار اليه عن الدوله، حين يؤكد بانه في اوقات الشده والازمه الوطنيه يعود الدين بقوه الى الواجهه. يقول بورديو انه لاحظ ذلك في مدينه فرنسيه صغيره هي لانغواي ذات 15,000 نسمه شمال شرق فرنسا، لكن بورديو ينسى ان هذا الامر حصل في فرنسا كلها وفي الحرب العالميه الاولى وليس فقط في لانغواي، لانه لا يمكن ان نفهم ان الدوله الفرنسيه تتنكر لقانون فصل الدوله عن الكنيسه يصادق عليه البرلمان بعد 10 سنوات فقط وترجع الى رجال الدين للاستعانه بهم في الحرب. مجله اسبغي الفرنسيه المعروفه خصصت يعني في شهر نوفمبر الماضي عدد خاص لاوروبا المسيحيه تحت سؤال هل هناك اوروبا دون المسيحيه؟ اون اوروب سون كريستيانيزم. اكدت فيه ان الممارسه الدينيه اي الذهاب الى الكنيسه واقامه القداس تراجعت بين الاوروبيين، لكن الدين يحقق تقدما لان الاوروبيين اصبحوا يشعرون اكثر فاكثر بانهم مسيحيون ثقافيا،
بالنسبة للمجلة فإن هناك عاملين يشجعان على العودة إلى النزعة الدينية في أوروبا، هما الهجرة والإرهاب. في العام الماضي نشر مركز بيو الأمريكي دراسة حول حالة التدين في أوروبا، شملت 15 بلدا أوروبيا. النتيجة هي أن الهوية الدينية بدأت تحل محل الهوية الوطنية لدى الشباب. وتقول الدراسة إن الشباب الأوروبي الذي شمله الاستطلاع لا يؤمن بالألوهية ولا يتوجه إلى الكنيسة، لكنه مرتبط بالقيم الثقافية المسيحية كانتماء حضاري. أحد أبرز النتائج المثيرة هي أن هؤلاء الشباب يعتبرون بأن الانتماء إلى المسيحية يعني كراهية المسلمين واليهود. 23% من البريطانيين يرفضون استقبال شخص يهودي داخل الأسرة. تصل هذه النسبة إلى 25% في إيطاليا وتنخفض قليلا في ألمانيا حيث تصل إلى 19%، بينما تسجل في إسبانيا والبرتغال وإيرلندا 18%. هذه الحقائق يؤكدها السياسي الفرنسي هو باتريك بويسون في كتابه الجديد الذي صدر العام الماضي تحت عنوان لا كوز دو بوبل، أثار ضجة في فرنسا. أهمية المؤلف أنه عمل مستشارا للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي ومسؤولا انتخابيا في حزبه، وهو من كان يكتب له خطبه. يقول ويقول نفس هذا الكلام، يقول أني كنت أكتب لساركوزي خطبه. يقول بويسون إن الأوروبيين بعد تفجير 11 سبتمبر 2001 بدأوا يكتشفون بشكل ملموس عقيدتهم الدينية، وهو يرى أن الدين المسيحي لم يتراجع في فرنسا لكنه غير جده ليصبح في شكل دنيوي dans une forme profane. المثال الأبرز بالنسبة له هو التصويت على حزب الجبهة القومية لمارين لو بان في الانتخابات الفرنسية الأخيرة، فهو يرى أن هذا التصويت لم يكن تصويتا على برنامج انتخابي بل نوع من الاحتجاج القومي الهوياتي une protestation identitaire. بالنسبة لبويسون وكذلك بالنسبة لمارسيل غوشي فإن العلمانية لا يمكن أن تحقق الوحدة الجماعية للأمة الفرنسية، لأن العلمانية ليست ديانة ولا هي عقيدة تستطيع الجماعة أن تعرف نفسها انطلاقا منها، بل هي فقط آلية سياسية للفصل بين الكنيسة وبين الدولة، ولا يمكن للآلية أن تحل محل العقيدة ولا أن تصطنع تاريخا جديدا، لأن الأوروبيين يعرفون أنفسهم بأنهم مسيحيون تاريخيا. هناك اليوم تحولات عميقة في المشهد الديني العالمي، جل هذه التحولات تجري داخل أوروبا. فبسبب تنامي أعداد المسلمين هناك صار هناك خوف من الإسلام القادم. في عام 2009 نشر الباحث البريطاني كريستوفر كالدويل كتابا تحت عنوان Reflections on the Revolution in Europe Immigration, Islam and the West، حول يعني حضور القوي للمسلمين في أوروبا. ولكن ملاحظ أن الكتاب عندما ترجع على الفرنسية حصل في نوع من التحريف، يعني كان ترجمته هو une révolution sur nos yeux comment l'islam va transformer la France et l'Europe. الفرق بين العنوان الإنجليزي والعنوان الفرنسي أن الفرنسيين أرادوا أن يهيجوا الرأي العام الفرنسي تجاه الإسلام، ولذلك ركزوا على فرنسا بينما كالدويل كان يتحدث عن أوروبا. الكتاب ترجم إلى جميع اللغات ما عدا العربية تقريبا، وانقسم المثقفون حوله بين مرحبين به ومنتقدين له بدعوى أنه يشجع على كراهية المسلمين. الخلاصة الرئيسية في الكتاب أن أوروبا في عام 2050 لن تبقى مسيحية بالكامل، وأن هناك مدن أوروبية ستصبح مسلمة بالكامل في تلك الفترة بينها لندن وباريس وبرلين. الخلاصة الأخرى أيضا أن الإسلام في أوروبا ليس هو الدين الثاني عكس ما هو يعني شائع اليوم وكما يقال في الإعلام، بل هو الدين الأول. لماذا؟ بالنسبة لكالدويل لأن عدد المهاجرين المسلمين في تزايد، وعدد الأوروبيين الذين يعتنقوا الإسلام سنويا يرتفع بشكل كبير، والنقاش الذي يدور حول الإسلام في أوروبا هو النقاش الرئيسي، بينما لا يناقش المسيحية إلا القليلون. بمعنى أن نسبة المسلمين في أوروبا قليلة، لكن النقاش حول الإسلام يعني يحتل المساحة كاملة في أوروبا، يعني يحتل 100% في النقاش حول الدين في أوروبا. حتى أنك عندما تقول الدين يذهب الانطباع مباشرة إلى 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 الإسلام، وحتى عندما تقول مراجعة العلمانية أو العلمانية يذهب الناس مباشرة إلى الإسلام. هذا ما يقوله يعني الباحثون الأوروبيون. المظهر الواضح عن ذلك هو أن الإسلام في أوروبا أصبح يفرض إعادة النظر في العديد من القرارات السياسية والتاريخية الكبرى في أوروبا. المثال الواضح عن ذلك هو فرنسا، حيث وضع قانون 1905 حول فصل الدين عن الكنيسة على طاولة النقاش العمومي.
رغم أنه كان للمقدسات قبل سنوات قليلة فقط، وكان هو من يعطي لفرنسا هويتها الحقيقية. يذكرون ذلك بما كتب المؤرخ الفرنسي الكبير فرناند برودل في الستينات في كتابه الهوية الفرنسية إيدونتيتي دو لا فرانس، عندما قال إن الهجرة تطرح تحديا لهوية فرنسا وتعيد المسألة الاستعمارية إلى الواجهة، لكن بطريقة معكوسة، أي أن الاستعمار أصبح داخل فرنسا وسوف يحتل الإسلام فرنسا كما كانت فرنسا تحتل بلدان المسلمين في الماضي. هناك شبه إجماع اليوم على أن الإسلام مرشح لكي يعيد تركيب المجتمعات الأوروبية من جديد. فتفكير الحكومات الأوروبية في تنظيم الإسلام والحديث عن الإسلام الأوروبي والبحث عن إنشاء مؤسسات لرعاية الشؤون الدينية للمسلمين كلها عناصر تؤشر إلى أن الإسلام أصبح جزءا من الثقافة الأوروبية المعاصرة بشكل غير مسبوق على الإطلاق. لقد عاشت أوروبا كقارة مسيحية مغلقة طوال القرون، يعني منذ ظهور المسيحية، ولم يكن يوجد احترام بأي ديانة أخرى غير المسيحية، بما في ذلك اليهود الذين كانوا يعني مضطهدون. لكن اليوم الصورة تغيرت، وكما يقول الباحث الفرنسي جيرار ديلفو في كتابه العلمانية تحدي القرن 21 فإن الإسلام في أوروبا ستصبح له مؤسسات تنظمه مثل أي وزارة أوقاف في العالم الإسلامي. الفيلسوف الفرنسي ميشيل أونفل في كتابه الأخير ديكادونس في إيمو جوليو كريستيانيزم يذهب أبعد من هذا التعامل، وهو يرى أن القيم اليهودية المسيحية قد انتهت، وأن الإسلام هو الذي سيحل محلها مستقبلا لكي يبني حضارته العالمية. يقول إن السبب الرئيسي لانهيار هذه القيم في أوروبا هو الذي سيؤدي إلى انهيار الحضارة الغربية، والعامل الرئيسي هو التراجع الديموغرافي الكبير الذي يعود إلى كون الأوروبيين فصلوا بين الجنس وبين الزواج، مما أدى إلى تراجع الإنجاب بالنسبة لأونفل في الوقت الذي كان الجنس مرتبطا بالزواج في القيم المسيحية التقليدية، طالما أن هذه القيم المسيحية التقليدية سوف تنهار الحضارة الأوروبية. مثل هذه القراءات التي تنتشر اليوم على نطاق واسع في أوروبا أصبحت تعزز مقولة صراع الحضارات والأديان، لكن ليس بالطريقة التي وصفها هانتينغتون سنة 96، أي على الحدود بين الحضارة الغربية والحضارة الإسلامية، بل داخل الغرب حدود الغرب نفسه. في الأسبوع الماضي نشرت مجلة The Economist البريطانية ملفا حول الإسلام والغرب، قالت فيه أن الجيل الثالث من المهاجرين المسلمين في الغرب لا يعرف أرضا أخرى غير الغرب سوى الغرب، وهو يفكر في الإسلام كجيل غربي من داخل ليبرالية أوروبية، وبالتالي هذا سوف يؤثر على إحداث تغيير كبير حتى في الثقافة الأوروبية نفسها. هذا الشعور موجود لدى فئات واسعة من المسيحيين في أوروبا وإن لم يكن علنيا، وهو موجود بالتأكيد لدى اليمين المتطرف بالعمق المسيحي. قبل عامين نشرت صحيفة لومون الفرنسية تحقيقا صغيرا لم يثير انتباه الكثير، لكنه مؤشر على الخطر الممكن. حسب التحقيق هناك شبان مسيحيون متدينون طالبوا البابا بالسماح لهم بحمل السلاح كرد فعل على العمليات الإرهابية التي يقوم بها المسلمون. في الذاكرة المسيحية يوجد تاريخ اسمه الحروب الصليبية، ولو بد أنه موجود لدى فئات معينة من المسيحيين الذين يرون أن من واجبهم الوفاء بالأجداد. مثل هذه النزاعات قد تظهر مستقبلا داخل أوروبا. لقد كانت حروب الصليبية ضد المسيحيين واليهود معا، وكما كانت أيضا ضد المسيحيين المنشقين. واليوم يمكننا أن نعتبر الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية أو ما يسمى كذلك، يمكن أن نعتبرهما تعبيرات معاصرة عن حروب صليبية قديمة تتجدد. نحن نعيش في عالم مختلف اليوم تجري فيه تحولات كبرى على صعيد الهوية الدينية في العالم. ما نحتاجه ليس تعميق الخلافات بين الأديان وتأجيج المعارك الدينية، بل نحتاج إلى فاعل سياسي دولي لديهم القدرة على الفهم والاستيعاب يحولون دون الانزلاق إلى مواجهة بين الأديان مستقبلا. وهذا لا يمكن أن يحصل من دون إعادة النظر في النظام العالمي المهيمن الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة وأوروبا من أجل ضمان عدالة أكبر بين الشعوب والعمل على إطفاء النزاعات في المناطق المشتعلة. وشكراً.